ضمن مشروع مؤثرات من أجل السلام واختتمت في محافظة مأرب دورة استخدام المنصات الرقمية وبناء السلام وإدارة مخاطر الأخبار الزائفة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إلى التفاصيل. ضمن مشروع مؤثرات من أجل السلام أنهت 30 ناشطة من النساء والفتيات دورة تدريبية حول استخدام المنصات الرقمية وبناء السلام وإدارة مخاطر الأخبار الزائفة على المنصات الرقمية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائية وتنفيذ مؤسسة فتيات مأرب. هدفت الدورة على مدى 4 أيام إلى تعزيز الجوانب المعرفية والمهارية على كيفية التعامل مع مخاطر الأخبار الزائفة على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP تنفيذ مؤسسة فتيات مأرب، تم عقد دورة حول منصات التواصل الاجتماعي وبناء السلام. تم توزيع مشاركتنا مجموعتين. قدرنا أو حاولنا في هذه الدورة أن نوصل للنساء أو للمرأة دورها في صناعة السلام، وكذلك كيفية اختيار المواضيع الصائبة في توجيه بناء السلام، تجنب الشائعات، تجنب المهاترات. استفدنا طبعا الكثير من هذه الدورة، استفدنا جدا، كانت لها أثار إيجابية علينا، وكانت طبعا في معلومات كنا نجهلها عن هذا المادة التدريبية أو المحتوى التدريبي. نشكرهم على حسن اختيارهم لهذه الورشة، وإن شاء الله يا رب أنها تكون هناك مواصلة لمثل هذه الدورات التدريبية فيما يفيدنا احنا كمجتمع. نطمح إلى السلام وانتشار السلام، أولا السلام النفسي والأسري والمجتمعي والسلام الدولي. احنا كناشطات مجتمعيات أو حقوقيات نفتقر من هذه الورشات، وإن شاء الله يا رب تكون هناك لفتة جميلة لنا ومشاركات على أرض الواقع. تعمل الدورات النوعية على تعزيز دور المشاركات من النساء والفتيات في إعداد محتويات ووسائل توعوية عن بناء السلام والحد من النزاعات. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.